أول شيء نسوي قبل لا نستلم أي مشروع نسأل العميل سؤالين: شنو الهدف من تصوير هذا الإعلان؟ حق شنو تبي تصوره؟ وين تبي تعرضه؟ اثنين: ميزانية العميل لهذا الإعلان. لما أنا أعرف شنو هدف الإعلان هذا، وين بينزل على أي منصات، شنو الهدف من عنده، وأعرف ميزانية العميل، بناء عليه أبني الفكرة اللي أنا راح أشتغل عليها. أول شيء راح يطري بالنا اللوكيشنات، وين راح يتم التصوير، وشنو اللي وين الأماكن اللي إحنا نحتاجها، شنو الكوست مالهم، أو شنو الأفرد اللي ممكن إحنا نحتاجه عشان نكون في هذه الأماكن. يعني ممكن يكون مكان صحراء بس مثلاً مو بالكويت، مثلاً أنا الحين عايش بالكويت، لا يكون مثلا تصوير ممكن بسعودية، يلا روح سافر هناك في موقع هناك بسعودية، روح تصور فيه، تشوف شنو البرميشنز اللي تحتاجها، تشوف الطريق، تشوف الرود تريب، التكاليف، الاكسبنس، هذه ما فيها ايجار لكن فيها تكاليف وفيها تعب وفيها شغل كذي. فاللوكيشنات مو فقط موضوع التكاليف، موضوع حتى شلون انت راح توصل لها والبرميشنز اللي تحتاج علشان انك تصور فيها. بعد ما عرفت اللوكيشنات وضبطت ديكوراتهم ومكانهم وشكلهم وخذيت البرميشنز، هني تي حق الخطوه الثانيه اللي هي منو اللي عندك راح يكونون مودلز او ممثلين للشون فيه. طبعا وجود ممثلين او خلينا نقول ناس متحدثه في الاعلان اصعب من وجود المودلز، لان الممثلين إذا ما كان أدائهم قوي، ما كان أسلوبهم حوارهم قوي، تعابيرهم صح، طريقتهم حلوة في الإلقاء متوافقة مع الهدف أو الروح مات الإعلان نفسه، ممكن جدا أن يضيعون الإعلان. فإذا كانت الميزانية نوعا ما محدودة، الفويس أوفر هو الرافتينج بوت لهذا الموضوع، هو قارب النجاة لهذا الموضوع، أنك أنت تجيب ناس محترفة كموديل، أشكالها طريقتها حلوة، تعابيرهم حلوة، لكن يكون الرسالة أو المضمون مال الفيديو نفسه واصل عن طريق إما فويس أوفر أو لقطات نفسه من غير لا يكون في حوار. بعد ما نتخطى سالفة إن اللوكيشنات إحنا وفرناها، الممثلين تعاملنا معاهم أو المودلز اللي نبيهم والفويس أوفر مثلا خلصنا منه، ني حق الأساس اللي هو شغلنا إحنا كمصورين، شنو راح نحتاج، شنو المعدات اللي راح نصور فيها، و ايش كثر راح نتفرع بالموضوع. طبعا المعدات، اول شيء معدات التصوير نفسها، يعني احنا قاعد نتكلم شنو الكاميرا، العدسات، الشاشات اللي ممكن نستخدمها في التصوير، الاضاءات، اجهزه تسجيل الصوت، الاوديو، هذا كله لازم نكون عارفين بالضبط شنو راح نستخدم وشنو ممكن نأجر. احد الاعلانات اللي احنا اشتغلنا فيها مثلا اعلان سياره اكس 70 بلس من جيتور. الإعلان هذا لما نينا نبي نسويه كان التصوير على أكثر من يوم، هذا أيضا شيء لازم نحطه بعين الاعتبار، إذا التصوير في أكثر من يوم هني نحتاج أن يكون البجت مناسب لأكثر من يوم عمل. أيضا كان في أكثر من موديل تعاملنا معهم برو، وأيضا تعاملنا مع فويس أوفر برو، واستخدمنا معدات تصوير برو. لما استخدمت معدات التصوير استخدمت كاميرا السي 70 من شركة كانون، اللي هي تعتبر كاميرا سينمائية افوردبل. الكاميرا هذه ماخذة موافقة نتفلكس للإنتاج السينمائي، فلما تيون تصورون فيها إعلان أنتوا تقدرون تعرضونه بأي منصة أنتوا حابينكم تعرضونها فيه، لأن الكاميرا كواليتيها جدا عالي. بنفس الوقت لأن إحنا قاعد نصور أوتدور، فاحتجت موضوع إني أنا أقدر إن يكون عندي ND فلتر بيلت إن، والكاميرا هذه سي 70 فيها بيلت إن ND فلتر، ساعدتني إني أنا أقلل من الجيرز اللي ممكن أنا أخذها، إني أخذ ND فلتر خارجي وغير واحد فيه كثير، هذه بولت ان فيها عندي فلتر. علاوه على هذا الكاميرا رغم انها سينمائيه لكن وزنها خفيف نوعا ما، هذا شيء ايضا ساعدني. واكثر من كذي الكاميرا فيها دايناميك رينج جدا عالي، فلما قاعد اصور انا اوت دور قاعد اصور اغلب تصاويره، وايد من التصاوير صورناها بظروف صعبه، مكان فيه سطوع عالي، مكان فيه ظلمه عاليه، داشين الوكاله بالصحراء وخلافه، فالدايناميك رينج كان عامل جدا مهم عشان يطلع الاعلان بالصوره الجميله اللي احنا وصلنا لها. هذا سبب رئيسي من اختياري لكاميرا السي 70 من كانون. واستخدمت ايضا معاها العدسات اللي هي الار اف الميرلس الجديده، عدسات الار اف اللي سيستم ميرلس الجديده وايد 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 ساعدتنا في موضوع الاوتو فوكس. طبعا لما نيت انا اصور هذا الاعلان كان معاي في التيم الرائع جورج ضرباي،
الإنسان هذا جدا جدا رائع في التصوير، وكان هو يتناوب معي في التصوير والإخراج، فكان عندنا مونيتر كبيرة أحدنا يشوف الفريم عشان يتأكد الوايت بالانس الفوكس كل شيء يكون بالطريقة الصحيحة اللي احنا نبيها. الشيء الجميل في الكاميرا انه لما استخدم فيها عدسات الوايد واستخدمها هاند هيلد، رغم انه هي كاميرا سينمائية تحافظ على موضوع الاستبرايزيشن، وبنفس الوقت الفوكس فيها سريع وحلو. يعني من النادر انك تلقى كاميرات سينمائية فيها اوتو فوكس حلو. هذا الشيء حيل ساعدنا وسهل علينا عملنا في تصوير الاعلان، وايد وايد سهل علينا تصوير الاعلان، وخلى يعني خلى حياتنا احلى اسهل لما نبي نصور الاعلان هذا. فهذه اسباب وايد، وانا لو ابي ابحر زياده ليش اخترت كاميرا السي 70 عشان اصور هذا الاعلان ما راح اخلص يعني. وهم وزنها، لما نتكلم انت عن كاميرا سينمائيه وزنها خفيف، ولما استخدم معها عدسات الار اف اللي فيها مواصفات جدا عاليه باحجام واوزان اخف من الاصدارات القديمه، هذا شيء حيل سهل علينا عملنا في تصوير الاعلان. طبعا هذه الشغلات كلها لما نيانا احنا عرضنا الفكره على العميل كنا حاطينها بعين الاعتبار، ان احنا راح نستخدم كاميرا السي 70، عدسات الار اف، التصوير راح يكون باللوكيشنات الفلانيه، الميزانيه راح تكلفنا كذا، لما نطلع المكان الفلاني راح يكلفنا كذا وكذي. والحمد لله العميل وافق واشتغلنا معاه في هذا البروجكت. هذه الحلقة كنت أوضح لكم فيها شنو قاعد يصير وشنو لازم واحد يحسب حسابه قبل أن يصور الإعلان. لازم يعرف ميزانياته عدل عشان لا يتوهق ويدش بالماينس، لازم يستخدم المعدات المناسبة اللي تسهل عليه عمله في تصوير الإعلان. يعرف أنا والله بتحرك باللقطة هذه، فأنا لما بتحرك إذا أنا أبي أشتري لي كرين ولا أسوي لي سالفة ولا شغلة ولا كذي ولا أجرها كم راح تكلفني، وإذا أنا استخدمت مثلا كاميرا الفانية اللي فيها البودي ستابلايزر هاند هيلد وتحرك فيها كذي وتعطيني تقريبا بنفس هذا، ممكن ان تساعدني ان انا اوفر بالكوست واسوي الاعلان واستفيد بالنهايه. الكاميرا هذه شنو الكواليتي اللي راح تعطيني اياه، شنو راح تصور فيها، كذا فيها كذا دايناميك رينج وخلافه من الامور، انا بصور برا احتاج مثلا عندي فلترز. هذه الامور جدا مهمه ان الواحد يفكر فيها قبل لا يصور الاعلان اللي بيصوره. لازم يعرف كل شيء، لوكيشناته وين بيصور، من اللي راح يتفق معاهم من مودلز او ممثلين، شنو قدراتهم عشان يعرف ان التوجه او الفايب مع الإعلان نفسه مناسب معاهم ولا لا، ومعداته اللي يحتاجها في الإعلان نفسه. كان معكم أخوكم سالم فهد، يعطيكم العافية على مشاهدة هذه الحلقة، نشوفكم في الحلقات القادمة.